توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في زيارتها الخارجية الأولى عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب والابتكار وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. ومن المقرر أن تلقي المشاط كلمة في فاعلية تحت عنوان توحيد الجهود لتعزيز التنمية في دول الجنوب العالمي مسار جديد ورؤية جديدة، وذلك إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي المؤسسات الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.